كي دايرين اصحاباتي خواتاتي الغزالات ديالي، وما ننساش حتى المهمات ديالي لان حتى هما كيشاهدوا هاد لا فيديو، حتى هما خصنا نتفكروهم. ياك لاباس عليكم، ياك بخير، كي دايرين وليداتكم، كي دوزوا الامتحانات، ياك دازت الامور هانيه، الله ينجحهم يا ربي، والله يسعدهم، والله يوفقهم في الدراسه ديالهم. الله يوفق جميع الوليدات يا ربي. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد المايونيز اللي كيجي اكثر من رائع، مايونيز منزلي، كيجي ناجح 100%. دابا راكم عارفين جاي الصيف، كنبغوا بحال هكا غير بحال هاد السلطات اللي تيكونوا باردين وتيجو منعشين البنات. وقلت نشارك هاد المايونيز هذا مع صحباتي خواتاتي، وكما كنقول لكم ما ننساش حتى المهمات ديالي. هانتوما البنات كيفاش على قوام كيجي رائع. يلا البنات بقاو ما تمشيو فين حتى تاخذوا المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. ودابا البنات غادي ندوزو ناخذ المكونات ديال هذا المايونيز. عندي تما البنات واحد البيضه تكون في الحجم متوسط، وعندنا قبيصه ديال الملح، ضروري البنات قبيصه ديال الملحه، ولكن ما نكثروش الملحه باش ما يجيناش المايونيز ديالنا مالح. وغادي نديرو جوج معالق كبار ديال الخل، وكمون السم غادي نسمو بهذا الخردل او لامونطارد، كل واحد كيفاش كيسميه كيبقى اختياري. وبودره الثوم او بودره البصل اللي متوفره عندكم نسمو بها، واللي بغى ينسم بالفرماج يديرو، اللي بغى ينسم بالابزار كيبقى لكم الاختيار. تما عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت، اللي ما كيعجبوش كما قلت لكم المذاق ديال لامونطارد ما يديروش، واللي ما كيعجبوش المذاق ديال الثومه ما يديروش، يكتفي غير بجوج فرماجات يضيفهم لهاد المايونيز هذا، وكيجي ناجح 100%. كما شفتوا درت تما في ديك مولينكس، درت فيها واحد البيضه كامله، ودرت فيها ديك قبيصه الملحه، وغادي ندير واحد جوج معالق كبار ديال الخل باش كيعطينا الحموضه لهاد المايونيز ديالنا. كيف ما كنعرفوا على المايونيز راه كيكون حامض شويه، بالنسبه للبنات لهاد المايونيز بدون مواد حافظه مايونيز منزلي احسن بكثير من داك اللي كيتباع جاهز في المحلات، وكيعطينا واحد الكميه اللي كثيره اللي ممكن ديري بها 4 المرات ولا 5. على داكشي البنات انا ديما كنصايبو في الصيف، كنحتاجو بحال هكا للسلطات. كما قلت لكم مع الحراره كنبغيو غير شي حاجه اللي كتكون بارده بحال هاد السلطات هادو. تما غادي ندير معلقه صغيره ديال لامونطارد، وغادي ندير كمون السيم، كيبقى ثوما بودره كتبقى اختياريه، اللي ما متوفرش عندهم ممكن يستغنى عليها، لا هي ولا لامونطارد. كما قلت لكم ممكن تكتفيو غير بالخل والمليحه وديك بيضه كامله والزيت. بغيتو تنسمو كما قلت لكم بالفرماج ديروه، ما متوفرش عندكم استغناو عليه حتى هو. صافي دابا غادي نبدا نطحن هاد المكونات. من بعد ما طحنت دوك المكونات، هانتوما كيف ما كتشوفوا راه خدمت المولينكس خدامه كطحن في دوك المكونات. دابا غادي ندير الزيت غير بشويه بشويه، ما غاديش نديرو في دفعه واحده، غادي نقسمو على دفعات. هانتوما البنات راه ما تيبانش ليكم، كيسحب لي واش التليفون كنشد على هاد المقطع هذا فاش كنخوي الزيت، ساعه ما بانش ليكم. المهم راه كيما قلت لكم كنخوي دفعات، كندير غير بشويه بشويه، ما غاديش نخويه في دقه واحده. وهاد الزيت هذا راه هو اللي تيعقد لينا المايونيز، هو اللي تيخليه يجينا المايونيز ديالنا عاقد بحال داك اللي كيتباع جاهز. صافي كما قلت لكم غنستمر حتى نسالي داك الكاس كامل اللي عندي، وغادي نشوف واش مازال خاصو الزيت ولا غادي نحبس. غادي نزيد البنات واحد ربع كاس ديال الزيت، انا بغيتو يجيني ثقيل، غادي نزيد واحد ربع كاس ديال الزيت كما قلت لكم، وغادي نبدا نطحن. وهنا البنات بنفس الطريقه اللي درت في داك الكاس الاول، غادي نزيد ربع كاس ديال الزيت لان انا بغيتو يجيني ثقيل، حاجتي به يكون ثقيل كما قلت لكم، كيف ما داك اللي كيتباع جاهز، انا ما بغيتش المايونيز يجيني خفيف. بنفس الطريقه بقيت كندير بشويه بشويه، والمونينكس عندي خدامه حتى طحن داك القوام مزيان وعقد.
ودابا البنات غادي ندوز ندير معاكم واحد الصلصه ديال البيتزا اللي كتجي اكثر من رائعه. كما كنعرفوا دابا الصيف هذا كنبغوا نخرجوا معنا شي ماكولات بحال هكا، شي حاجه اللي كتجي خفيفه وزوينه بحال البيتزا، بحال هاد السلطات، بحال الساندويتشات. المهم هاد الشيء كيتكل بزاف في الصيف، وقلت ارا نشارك معكم واحد الصلصه اللي كتجي خطيره، اللي ممكن تصايبي فيها كميه كثيره وتحتفظي بها في الكونجيلاتور. هنا البنات راه كنت سلقت مطيشه كيما شتو، درت معاها نقيطه ديال الماء وديتها على البوطه حتى طابت، صافي بانت لي طابت وطحنتها. ودابا غادي نضيف عليها هاد التوابل هادو اللي كيجيبوها رائعه. عندي تما مليحه على حسب الذوق، وعندي نص معلقه ديال الابزار، وغادي ندير بودره الثوم اللي متوفر عنده بودره البصل حتى هي اضافه، انا كانت سالات ليا اكتفيت غير بودره الثوم. وعندي تمايا الزعتر، راه كان عندي انا منقي من قبل. صافي غادي نحكو على ديك الصلصه ديال الطماطم، وغادي ندير تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال مطيشه المصبره، ديك الطماطم المعلبه، وغادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الزيت البلديه، ما غاديش نكثر باش ما تجينيش ميت ما ومزيته بزاف. غادي ندير تقريبا جوج معالق كبار ديال الزيت فقط. غادي ندي هاد المكونات على البوطه حتى يتشحروا مزيان، غندي هاد المكونات فوق البوطه حتى صافي تذوب ديك المطيشه المعلبه، ويندمجوا ليها هاد العناصر ونتلاقاو. هنا البنات شتو كيفاش كتجي، كيجي القوام ديالها زوين، ها نتوما كتجي ثقيله، كتجي بحال الصلصه اللي كتبع جاهزه. غادي نضيف لها انا واحد معلقه صغيره ديال المعدنوس. هنا البنات غادي ندير كما قلت لكم واحد شويه المعدنوس، غادي نزيد واحد شويه ثومه، وغادي نخليها تتشحر مزيان عاد نحيدها من على البوطه. ها نتوما راه كتجي ثقيله وكتجي زوينه بحال اللي كتباع جاهزه. وهذا البنات هو المايونيز من بعد ما وجد، شوفوا على قوام كيفاش داير. ها نتوما البنات كي بحال داك اللي كيتباع في المحلات، غير هذا طبيعي بدون مواد حافظه، والمذاق ديالو ولا اروع. ها نتوما البنات كيفاش كيجي ناجح وكيستحق التجربه، وجاب داك المذاق ديال الخردل والثومه بودره، جا رائع البنات بهاد المنسمات اللي درت ليه ديال الثومه بودره والخردل. ها نتوما، واللي ما تيعجبوش الخردل ما يديروش، اللي ما كتعجبوش الثومه بودره في المايونيز ما يديرهاش، يكتفي غير بديك البيضه اللي درنا والخل والمليحه والزيت فقط. اللي بغى ينسم بالفرماج ينسم. ها نتوما كيجي ثقيل، كيجي القوام ديالو ثقيل، كيجي ناجح كما قلت لكم. بيضه واحده كيعطينا واحد المايونيز اللي ناجح وكثير، اللي غايدير لينا اربعه المرات ولا خمسه في السلطه ديالنا. ها نتوما شوفوا ما شاء الله كيفاش جا، كيستحق انكم تجربوه. ودابا راه كنحتاجو بحال هكا السلطه الضروري في هذا الصيف. والمايونيز انا بعدا هذا ما تيخطانيش في الصيف، كنديرو في واحد العلبه تكون عندي معقمه، وكنحطو في الثلاجه كنحتفظ به الماكسيموم البنات 5 ايام فقط. الا فات 5 ايام صافي ما تبقاوش تستعملوه، لان ما فيش المواد حافظه ولا شي حاجه، راه طبيعي. الماكسيموم 5 ايام صافي ما تبقاوش تستعملوه الا بقى لكم في الثلاجه. هذه هي الصلصه اللي درت معكم، حتى هي كتجي ناجحه 100%، كتجي حتى هي رائعه البنات، كتجي زوينه بزاف. هانتوما واحد الريحه طالعه معاها ما شاء الله غزاله، حتى هي من الاحسن تكون عندنا في الكونجيلاتور. انا كنحتفظ بها حتى هي فواحد الطاسه تكون عندي معقمه، وكنديرها في الكونجيلاتور وقت ما بغيتها كنجبدها ونديرها في المقيله ديالي حتى تذوب من داك التجميد اللي تيكون فيها مع تكون مجمده عندنا في الكونجيلاتور. صافي ونديرها في البيتزا ديالي بحال هكا. دابا جاي الصيف، من الاحسن اننا نصايبو بحال هاد الصلصه بحال هكا، ونصايبو المايونيز ديالنا وقت ما تشهينا شي بيتزا. كنعجنو لها غير الخبز ديالها، وكنعمروها بالصلصه ديالنا، وكنبغو بحال هكا الوجبات
بحال هكا في الصيف، بحال البيتزا، بحال السلطه، بحال هادشي اللي تيكون خفيف كيتكل بزاف في الصيف. يلا البنات باش ما نطولش عليكم لا فيديو، الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش بلي يجي مع البنات اللي يجي ضروري تخلوا ليا البصيمه ديالكم. وكنقول للبنات اللي كياخذوا من وقتهم وكيتفرجوا في لا فيديو ديالي، شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا على التشجيعات ديالكم ليا، وكنقول لكم بسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.